المحاولة ومقتل كثير من المشاركين فيها، حكم المرزوقي عسكريا مع الناجين من زملائه، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لكنه قضى 20 عاما. حيث رحل بعد 2 عامين مع كثير من زملائه من السجن العسكري إلى معتقل تزما مارت الرهيب، ليقضي فيه 18 عاما من العذابات والأهوال والفضائع. نتابع في هذه الحلقة والحلقات القادمة شهادته على محاولة انقلاب السخيرات والأهوال التي عاشها مع زملائه في معتقل تزما مارت الرهيب. سيد أحمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا سيد أحمد. هل حدثتنا في البداية عن مراتع الصبا والطفولة؟ رأيت النور في سنة 1947 بقرية صغيرة تسمى بوعجول، توجد في الشمال الغربي لمدينة فاس. وهذه القرية بنفسها توجد على في ضواحي قرية كبيرة تسمى تجاوزا الآن مدينة غفساي. كان والدي يشتغل في العدالة، كان عدلا ثم وكيلا للغياب. عدلا يعني قاضيا؟ لا، ليس قاضيا، وإنما مساعد القاضي. نعم. وكان يجمع كذلك إلى هاتين المهنتين، كان ناظرا للأحباس عندكم الأوقاف. الأوقاف. نعم. درس، كان من حظي أنه كان أبي، لأنه درس في القرويين، وكان يحثنا على العلم والتعلم. بالإضافة إلى كل هذا كان إماما لمسجد غفساي. نعم. وتربيت في أسرة أقول عديدة، لأن أفرادها عديدين. كنت الخامس من حيث التراتب، 4 بنات و5 رجال و5 أطفال. نعم. معنى ذلك أن أباك يعني ترك في نفسك أثرا كبيرا. طبعا ترك في نفسي أثرا كبيرا. ما هي أهم المعاني التي تركها في نفسك؟ أولا وهو النزعة الدينية، بما أنه كان إماما للمسجد، وكان يحثنا دائما على المطالعة، وكان يفعل قصار، يعمل كل ما في جهده لكي نكون متدينين. ودائما في جميع أحاديثه كان يستدل بالأحاديث النبوية الشريفة، ويستدل بالآية القرآنية. إضافة إلى ذلك فإنه كان يحثنا على الاستظهار حفظ القرآن الكريم. في هذه البيئة، ما الذي دفعك إلى أن تفكر في الالتحاق بالكلية العسكرية؟ طبعا في قرية غفساي كانت مدرسة وحيدة، وكان يميزها أستاذ أثر في كثيرا، وهو ابن عمي وزوجته وزوج أختي. ما اسمه؟ اسمه الحاج الحسن. هذا الرجل كان وطنيا إلى أبعد حدود الوطنية. في تلك الآونة كان هنالك الغليان، وكان المغرب طبعا يبحث عن استقلاله إلى غير ذلك. وكذلك المنطقة التي عشت فيها كان فيها جيش التحرير، بمعنى أن أبناء بلدتي شاركوا مشاركة فعالة في جيش التحرير، وضحوا بالغالي والنفيس من أجل ملكي الصدد المغرب واستقلاله. هذا الشخص أثر فيه تأثيرا كثيرا رغم صرامته، فجميع من درس عليه العربية كانوا متفوقين، بحيث أننا لما نزلنا إلى مدينة فاس استعجب الناس، استعجبوه من مستوانا الدراسي. كان للحظ كذلك في قسم الشهادة أن أجد أستاذا آخر لم يكن على نفس الصرامة، أستاذ محمد بن إسماعيل العلوي. كان رجلا له بيداغوجية مغايرة، وكان يعني كان متمكنا من اللغة العربية. وهذان الأستاذان إضافة إلى أستاذ في الفرنسية اسمه كازانوفا من كورسيكا، كان صارما كذلك
الشيء الذي دفع بنا إلى طبعا إلى هذا الحد. يمكن أن يؤثر الأستاذ النابه المؤثر في تلامذته بحيث يكون بناؤهم النفسي والتعليمي والثقافي بعد ذلك نابعا من هذه المرحلة؟ نعم طبعا التأثير كان عميقا وعميقا جدا. هل هذا ما جعل لغتك العربية يعني لغة فصيحة؟ أقول بكل تواضع لست فصيحا، إنما أتكلم باللغة العربية الفصحى نادرا ما أتكلم بها، ولكن أعتقد تلك القاعدة التي أعطاني إياها يعني الحاج الحسن أو الأستاذ إسماعيل العلوي يعني كانت انطلاقة موفقة، بحيث في القسم كنا نرغم على التكلم باللغة العربية الفصحى، لا مجال للحديث بالدارجة المغربية بتاتا. كيف دخلت الأكاديمية الملكية العسكرية؟ بعد كما قلت تلقيت دراستي في غفصي، ونظرا لانعدام المؤسسات الثانوية اضطررت إلى الرحيل إلى مدينة فاس. نعم. مكثت سنتين في ثانوية مولاي رشيد، بعدها انتقلت إلى مدينة الرباط حيث درست في ثانوية مولاي يوسف في الرباط. في الرباط. نعم. بعد ثانوية مولاي يوسف سافرت واستقرت في مدينة مكناس عند أختي. نعم. كان والدي يريد أن يدخلني إلى الداخلية، لكنها أقنعت أبي لكي أعيش معها، ولأنها كانت متزوجة بابن خالي. نعم. انتقلت من يعني أنت في المرحلة الثانوية تنقلت كثيرا بين كثيرا المدارس. الشيء الذي أثر سلبا على مردوديتي. في أي سنة دخلت الملكية الأكاديمية الملكية العسكرية؟ دخلت يعني في تلك الأحداث، في ذلك الغليان الذي حدث فور حرب يونيو بعد هزيمة 67. بعد هزيمة 67 تخرجت في العام 69 برتبة ملازم ثاني. نعم. متى انتقلت إلى مدرسة أهرموم العسكرية؟ انتقلت في أوائل السبعينات، يعني في سنة 1970. ما هي مدرسة أهرمومو وأين تقع؟ مدرسة أهرمومو تقع شرق مدينة فاس على بعد 60 كيلومتر في الأطلس، في ربع الأطلس، في جبل الأطلس. مدرسة بكل صراحة كانت جوهرة من الناحية العسكرية. كيف؟ يعني أن الكولونيل الذي سنتكلم عنه محمد عبابو جعل منها مدرسة في مستوى عال جدا. ما طبيعة دور هذه المدرسة؟ المدرسة كانت تتخصص في تخرج دفعات من الضباط الصف.